يعني الجدول الموالي زميلي حمزة. إذا أحسن هداف، يعني احنا جملنا 11 أحسن هداف، بما أنه 11 لاعب سجل هدفين خلال نهائيات الكان. إذا أحسن ممرر كان كيسي من كوت ديفوار بثلاث تمريرات حاسمة، وهو لاعب فريق ميلون أسي الإيطالي. أسرع هدف كان لاعب بوتي لاعب البنين في شباك غانا لحساب الجولة الأولى، نعم، وبالضبط في الدقيقة الثانية. عدد ضربات الجزاء 8. إذا كما قلنا هناك 11 لاعب سجل هدفين. أثقل نتيجة كانت مباراة الكونغو أمام الزيمبابوي، حيث فازت الكونغو بأربعة مقابل صفر، وكوت ديفوار فازت على ناميبيا بأربع أهداف مقابل واحد. أحسن هجوم كان المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب مالي بستة أهداف، وأسوأ خط هجوم كان منتخب البوروندي وغينيا بيساو بدون أي هدف مسجل لكلا المنتخبين.